السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. انا النهاردة معايا سمك مكرونة، مكرونة اهو شايفينه، حاطة له ملح وشطة وكمون وفلفل وكزبرة وكاري يعني وتوم وليمون. هقليه وهقول لكم هعمل ايه. اهو شايفين زي ما انتوا شايفين كده، بسيبه بس يحدق شوية ويشرب من التوم والتتبيلة بتاعته، هو ربع ساعة وهقله. ولعت على المقلاية اهي وحطيت الزيت، وبعمل مكرونة شعر بالرز، بعمله في الدقيق اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، اهو في الدقيق زي ما انتوا شايفين. اهو حطيت السمك يا حبايب قلبي، اهو بدأ يحمر هقلبه. اهو السمك اهو بعد ما قلبته اهو جميل جدا، احمر بس يحمر من تحته هطلعه. السمك بتاعنا يا حبايب قلبي خلص اهو، تحفه تحفه تحفه. مكرونه، سمك مكرونه جميل جدا، وادي رز بمكرونه شعر، وادي طرشي عاملاه انا على ايده والله، جزر مقطعه بالقطاعه زي ما انتم شايفين كده بالقطاعه، وكرنب وفلفل. انا قلت عملت كرنب، قلت لا مرمش العصب حرام، حرام قلت الواحد يترمي، حرام برضو. فملحته على فلفل، فلفل شطة اهو زي ما انتوا شايفين كده، قطعته حتت وحطيته عليه، وحطيت شوية خل وتوم، بقى تحفة احلى من اللي بره والله العظيم. عيالي بيقولوا لي اعملي لنا تاني، عملت برطمان كبير وبالصلاة على النبي خلص، بالصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم يا رب، ما تنسوش الجرس، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر أي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي، شكرا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.